ولد عشية الحرب العالمية الثانية. لا ماركس ولا لينين ولا ستالين ولا مكتب السياسي لحزب الشيوعي لم يكتبوا شيئا ما عن هذا التاريخ. درس اللغة العربية وأتقنها. من تركيا زرت سوريا، كنت متخصص في الحروب، روح لسوريا. عمل صحفيا في صحيفة البرافدا ومراسلا ميدانيا. أنا عملت الكتاب الكبير عن تاريخ السعودية وافتكرت أن خلاص لا أريد أن أشتغل في البرافدا. أليكسي فاسيليف يروي تاريخ 100 عام للعلاقات الروسية العربية. رواد التاريخ، الجزء الأول، السبت 10:15 على الشاشة العربية.